انا عارفه ان انتوا الاثنين بتعشقوا النادي الاهلي، وعارفه ان كمان واحنا في الفاصل ونبدا بالنقطه دي لان النقطه حلوه جدا. كنا بنتكلم مع ضيوفنا انا وكريم وهم كانوا بيتكلموا ان نفسهم يبقى في النادي الاهلي كمان يعني فريق لاصحاب القدم الواحده لكره القدم، لان اعتقد ان ده لازم يكون موجود لان احنا عندنا عشاق لهذا النادي وفي نفس الوقت من مختلف الفئات، فليه لا؟ هي الفكره يا استاذ نهاوند ان احنا دي مش امنيه، دي حلم، حلم من صغري ان انا كان نفسي ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي، بس شاءت الاقدار ان حصلت للحادث والاصابه وقلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس احنا سعينا للموضوع وتواصلنا مع الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي عن طريق الباشمهندس رامي فارس اللي بنشكره جدا على دعمه لينا. راجل محترم، راجل محترم جدا، هو الراعي العقاري، هو الراعي العقاري للنادي الاهلي. وكان التواصل ان يكون ان الفكره تطرح داخل مجلس اداره النادي الاهلي، وبشكر الدكتور محمد زكريا سراج الدين من الناس المحترمه جداً اللي تواصلوا معايا واعجب جدا بالفكره، وقال لي ان شاء الله تبقى مطروحه الفتره اللي جايه على مجلس الاداره، وانتوا شباب ملهم لمصر كلها واحنا بنتمنى ان احنا ندعمكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه يتفتح الملف تاني. لان احنا حابب بس اوجه شكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. انت لسه منزل صور انا شفتها ليك وعلى السوشيال ميديا، احكي لنا ده ايه؟ مع الوزير مشكورا، هو مهتم جدا برياضه كره القدم بالساق الواحده، ومدي تكليف للدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير اللي برضه بشكره جدا ان تتسهل كل العقبات ان احنا نبدا نشاط محلي ويبقى عندنا نشاط دولي في مصر، ومن خلال ان احنا نشتغل على قصه الانديه. يعني احنا عندنا ناديين، حلم حياتي زي ما قلت ان انا ابقى كابتن للنادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي كله، واحنا شغالين على النقطه دي، ويمكن كابتن سيف شغال اكتر مع الكابتن عبد الله على النقطه دي في سفري ان انا بلعب في الدوري التركي، وهم شغالين اكتر على الموضوع ده وقدروا ان هم يخلصوا ناديين، وان شاء الله يعني بنامل ان الفتره اللي جايه يبقى في اكتر من نادي وشعبيه اللعبه تكبر. صحيح. وكل ده من خلال شغل ومجهود ان شاء الله الفتره اللي جايه تدرس. يعني كابتن، طب ما فرصه نتعرف من كابتن سيف بقى على المجهودات اللي بتتم. انا اسمي سيف سلامه، بشتغل مراجع مالي في الهيئه العامه لقصور الثقافه، والكابتن الثاني كابتن منتخب مصر وحارس المرمى، وطبعا زادني شرف ان انت تلعب باسم بلدك، دي حاجه كبيره. انا الحمد لله حصلت على افضل حارس في كاس امم افريقيا الاخيره في تنزانيا. انا من زمان جدا وانا بحب كره القدم، وتعلقت بيها اكتر تحديدا يوم ماتش مصر وايطاليا، وحبيت مركز حراسه المرمى قوي عن طريق كابتن شوبير. لان انا كابتن شوبير ده انا مش قادر انساه في ماتش مصر وهولندا. البيوت في مصر في التوقيت ده لو حضرتك تفتكر ما كانش فيه الابديتد، يعني كان في دلوقتي في ال سي دي وفي ال اي. طبعا احنا كنا ايام زمان بنتجمع جنب حاجه صغيره كده واحنا عيله، تلاقي العماره كلها في بيت احنا فعلا عيله. صح. وكلنا بنعشق حاجه اسمها الاهلي، وكان بالنسبه لنا ده حدث كبير، لان مصر كانت اخر مره كانت في كاس عالم كان في ايطاليا قبل كده، ده بالنسبه لنا حدث كبير جدا، فاحنا مش قادرين ننسى واحنا منتخبنا واقف قدام مروت خوليت وفان باستن. طبعا قامات كبيره، ماركو فان باستن طبعا حلوه، وكومان طبعا، ناس يعني كان اياميها بيسموها تاني بلعيبه تانيه خالص. طبعا الناس دي اخترعت دي بقى قبل التيكي تاكا زي ما هم بيقولوا. الطواحين الهولنديه كانوا بيتعبوا اي فرقه، كانوا فعلا بيتعبوا اي فرقه. فمن التوقيت ده انا تعلقت تحديدا بمركز حراسه المرمى. كابتن شوبير قدم ماتش عالمي اصلا في الماتش دون، وانا من هنا وانا صغير بقى كنت 8 سنين كده فحبيت المركز دون، اتعلقت بالمركز ده. طبعا من صغري وانا بلعب كره القدم، ويعني انا طول عمري بجري ورا حاجه كده مدوره بتجري، وحلمي معاها نفسي كنت ابقى لعيب كره قدم، والى الان يعني حققت الحمد لله. ما فيش حاجه اسمها مستحيل بالظبط، عشان انت بتشتغل. طول عمري بقول في حاجه، في ثلاث حروف انت هتشوفهم ازاي؟ الالف واللام والميم. الامل. عايز تشوفهم امل ولا تشوفهم الم؟ ايوه. انت اللي بتحدد تشوفهم ازاي.
فانا ما اكذبش على حضرتك، اصطدمت طبعا بالواقع وانا صغير. قالوا لي انت ما تنفعش تلعب كوره، مش حتى الناس كلها قالوا لي طب روح جرب افهم. فتسع سنين انا بحب كره القدم فبجري ورا حاجه انا بعشقها. ماشي، ليه قالوا لك مش هتعرف تلعب كوره؟ عشان يعني لان في مصر ما كانش في حاجه اسمها لعبه كره القدم للمبتورين او للساق الواحده.